كشفت إحصائية عالمية متخصصة حول المدن الأكثر ازدحاما في العالم أثناء وقت الذروة عن احتلال مدينة الكويت المركز الثاني خليجيا من حيث الزحام المروري بعد مدينة دبي، والمركز 95 على مستوى مدن العالم في العام الجاري. وأظهرت أرقام مؤشر توم توم المتخصص بقياس مستويات الازدحام حول العالم أن سكان الكويت العاصمة يهدرون 22 دقيقة يوميا في الازدحام المروري و85 ساعة من وقتهم سنوياً.